ومشاهدينا للحديث أكثر حول مجريات الأحداث في غزة ينضم معنا عبر سكايب من رام الله اللواء الركن المتقاعد الخبير والمحلل العسكري واصف عريقات. أهلا ومرحبا بك. وبالبداية، مع مضي إسرائيل في عملياتها العسكرية، ما هو تقييمكم لما حققته بالفعل على أرض الواقع، وهل يتناسب ذلك مع ما أحدثته من دمار هائل في غزة؟ لا، بالتأكيد هي لم تحدث أي إنجاز سوى هذا الدمار، حرب الإبادة الجماعية، استهداف المدنيين. لدينا 45 ألف جريح وشهيد فلسطيني حتى الآن، تدمير بنية تحتية، قتل الحياة. حاولوا كل ما بوسعهم أن يهجروا الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب ومن ثم إلى خارج قطاع غزة، ولم يفلحوا. فبالتالي يعني جيشوا هذا الجيش الإسرائيلي في حرب برية، اختاروا يعني وحدات النخبة من أجل أن يحقق بعض الإنجاز العسكري، وبعد 44 يوم ها هم وحدات النخبة يقتلون، يجرحون على أيدي المقاومة الفلسطينية، ولم يحققوا أي إنجاز سوى أنهم سيطروا على مستشفيات قطاع غزة وحاصروها، وآخرها مستشفى الشفاء الذين يعني قالوا عنه أنه مركز للقيادة وأن هناك أسرى ومعتقلين في هذا المستشفى، وتبين كذبهم وتضليلهم وهزلهم وسقوطهم الأخلاقي أمام العالم. لأنه حينما يكون هناك 100,000 جندي إسرائيلي يذهبون في عملية عسكرية، ويكون بعد 23 يوم هناك يعني حصار فقط للمستشفيات، أنا بتقديري هذا فشل وهزيمة أكبر من هزيمة يوم 17. نعم. طيب سيد واصف، يعني بالنسبة للمستشفيات مثل مستشفى الشفاء تحديدا، كما ذكرت وهم يطالبون يوميا بإخلاء المستشفيات، ما المغزى تحديدا من السيطرة على المستشفيات؟ هل هو يعني الانتقام من المدنيين، أم هناك مزاعم كما يقولون بأن هناك أنفاق لحماس وأنهم يتخذونها ملجأ ودروعا بشرية لعملياتهم العسكرية؟ يعني المستشفى له رمزية، له أكثر من رمزية حقيقة. هو صحيح يعالج وهو تاريخي وأقدم من عمر الاحتلال، وهو في مركز أبحاث ودراسات طبية، وهناك يعني موقع له في العالم. هناك حوالي 70-80 ألف نازح في محيطه من الفلسطينيين، هناك مرضى يعالجون، هناك موقع استراتيجي أيضا له في قلب قطاع غزة وفي قلب كل غزاوي وكل فلسطيني، هذا المستشفى التاريخي، وهو أيضا يعني رمز للحياة. وطبعا يعني إسحاق هرتزوغ في اليوم الأول قال نقتل الفلسطيني لأنه فلسطيني. إذا الهدف الأساس هو القتل، يعني قتل الفلسطيني وقتل حياته، وجزء أساسي من حياة هذا الفلسطيني مستشفى الشفاء. إضافة إلى أنه أيضا رئيس الوزراء نتنياهو قال لا تحدثوني عن الإنسانية ولا عن القوانين الدولية، بمعنى أيضا قتل الفلسطيني. وهم اليوم يعني اتهموا المقاومة الفلسطينية بأنها كانت تتواجد في المستشفى وفي المستشفيات، والآن هم يتواجدون وهم يحتلون المستشفيات وحولوها إلى معسكرات، حولوها إلى غرف تحقيق وتعذيب وقتل الفلسطيني عن قرب. يعني حتى المرضى الذين قطعت عنهم كل وسائل الحياة من ماء وغذاء وعلاج يقتلون ببطء على يد الإسرائيلي الذي كان يقتل عن بعد، أصبح الآن يقتل عن قرب. فبالتالي هذا السقوط الأخلاقي يشهد عليه العالم وتشهد عليه الولايات المتحدة الأمريكية الذي تدعم هذا العدو الظالم. نعم. طيب، هنالك توقعات غربية بأن لا تستمر الحملة الإسرائيلية لأكثر من 3 أشهر خوفا من انهيار اقتصادها، فما هو تقييمكم لصحة هذه التوقعات؟ شوفي أختي العزيزة، لا أحد يعلم بما فيه نتنياهو. لا أحد يعلم، لأنه نتنياهو يعني ما يدور في خلد نتنياهو هو أن يفلت من العقاب، لأنه انتهاء العملية العسكرية اليوم يعني غدا نتنياهو بالسجن. هذا ما لا يريد نتنياهو. نتنياهو الآن مدعوم من الأحمق بايدن ومن الغرب مع الأسف بكل وسائل الدعم، ويريد أن يتصرف بهذا الدعم. يعني وجد نفسه أنه غريق وجاءه الإنقاذ من هؤلاء الذين يدعموه على ضلالته وعلى جرائمه التي يرتكبها بعقل الشعب الفلسطيني. لذلك هو يريد أن يستغل هذا الدعم
بأقصى درجة ممكنة حتى يفلت من العقاب، ولا يهمه ولا يأبه هو للخسائر حقيقة. هذا ما نلاحظه. لذلك يعني حينما أرسل بايدن الجنرال الأمريكي قائد القيادة الوسطى إلى تل أبيب ليعرف منه ماذا وماذا بعد العملية البرية بعد 44 يوم لم تحقق أي إنجاز، ماذا تريدون من هذه الحرب البرية؟ يعني الأمريكي صار يشعر بأن الهزيمة في إسرائيل هزيمة له أيضا، وخاصة إذا ما يعني تواصلت الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. يعني الجيش الإسرائيلي أرسل 100,000 من النخبة، هذه النخبة لم تحقق شيء حتى الآن. هل سيرسل من الاحتياط؟ هناك 365,000 جندي احتياط صحيح، ولكن هؤلاء عصب الاقتصاد الإسرائيلي. هناك الآن شلل في الاقتصاد الإسرائيلي، وأيضا لا قيمة لهم في الميدان العسكري، لأن خبراتهم لا توازي خبرات وحدات النخبة التي هزمت والتي لم تحقق أي شيء حتى الآن. إنما هناك يعني مقاومة باسلة تستهدف هؤلاء الجنود الموجودين في قطاع غزة وتمنعهم من تثبيت أقدامهم على الأرض، وهذه أكبر خسارة لنتنياهو، إضافة للجبهات الأخرى التي يواجهها نتنياهو وهو خسران فيها في كل المناحي. ولكن كما قلت لك، نتنياهو يستغل أطول فترة ممكنة ليفلت من العقاب. نعم. طيب سيد واصف، يعني أيضا هناك تقارير تحدثت عن استخدام إسرائيل لأسلحة غير تقليدية بل وحتى محرمة في قصف غزة، ومنها الفسفور الأبيض المحرم دوليا، فبرأيكم هل هنالك بالفعل أسلحة جديدة تم استخدامها، وما مدى فاعلية هذه الأسلحة؟ لأنه يعني أغلب التقارير تحدثت عن أن هناك أسلحة فتاكة أدت إلى يعني تقطيع المدنيين إلى أشلاء. يعني استخدموا الفسفوري، استخدموا المنثاري. نعم. المنثاري هذا أحد القنابل المحرمة دوليا، لأنه ينفجر على ارتفاع 50 متر فوق الرؤوس، وهو ما يفسر لماذا هذا التقطيع خاصة بالأيدي وبالأرجل. نعم. وبالرأس. هذا إن دل على شيء يدل على أن إسرائيل ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسلت لها أكثر من 4 طائرات عملاقة تحمل هذا النوع من القنابل المحرمة دوليا. فبالتالي وحتى النابالم الحارق استخدمته. يعني هنا إسرائيل والأمريكي يعتبرون أي مسرح قتال معادي لهم هو مسرح تجريب لسلاحهم الحديث والقديم وفعاليته، ويوفرون على أنفسهم، يصورون فعالية هذه الأسلحة من أجل تسويقها في العالم. مع الأسف هذا ما جرى وهذا ما يجري حتى الآن. نعم. طيب سيادة اللواء، يعني مع استمرار عمليات النزوح من غزة إلى الجنوب، ماذا بعد ذلك؟ وما هي برأيكم الرؤية المستقبلية لإسرائيل حول مستقبل إدارة القطاع في المرحلة المقبلة؟ شوفي، ما دام هناك شعب يرفض التهجير القسري حتى الطوعي لا يريد، وهناك مقاومة تطلق النار على الإسرائيلي وتمنعه من تثبيت أقدامه على الأرض، أنا بتقديري لن تستطيع إسرائيل أن تحقق أي خطة تصبو إليها. إسرائيل حاولت في الماضي، هذه ليست الحرب الأولى على قطاع غزة، هذه سادس حرب و17 سنة من الحصار المستمر على قطاع غزة. والفلسطيني في قطاع غزة يعرف تماما أن الإسرائيلي يريد إخلاء قطاع غزة من أهله ليجلب بدلا منه المهاجرين. ركائز الاحتلال الإسرائيلي 3 ضربت الآن. الأمن لم يعد هناك أمن، لا للمستوطنين ولا للجبهة الداخلية الإسرائيلية. المهاجرين لا يوجد الآن مهاجرين، بالعكس هناك هجرة معاكسة من داخل فلسطين المحتلة إلى الخارج. وهناك المستوطنين الآن في غلاف قطاع غزة ومقابل الحدود اللبنانية، أخلو كل هذه المستوطنات. فبالتالي هذه الركائز التي تعتمدها إسرائيل ضربت، فلذلك إسرائيل تتخبط، وإسرائيل غير قادرة على إدارة جبهتها الداخلية. فكيف ستدير قطاع غزة؟ هم يتحدثون صحيح ويرغبون صحيح، ولكن في فرق بين رغبتهم وقدرتهم على التنفيذ. أنا أعتقد أنه ميدان القتال هو الذي يحدد من الذي سيتحكم في مستقبل قطاع غزة.
نعم، اللواء الركن المتقاعد الخبير والمحلل العسكري واصف عريقات، شكرا جزيلا لك.